يعطيكم العافية يا صبايا الشباب. بالمحاضرة السابقة كنا شرحنا فقرة الإليمينيسيون بالسيكلو أجزان، حكينا عنها وأعطينا عنها إكزامبل. هلأ حنكفي لكان ضمن الفكرة هي ذاتها، وحنحل الإكزامبل التالي. هلأ باختصار اللي صار مرة الماضي بهذه الفقرة، قلنا إنه بحال في عندي إليمينيسيون A2 بالسيكلو اكزان، اذا كان السؤال كومبليتي لحتى اعرف شو هو البرودوي لازم يكون الهيدروجين والالوجين ترانس. اما بحال كان السؤال كومبليتي او جوستيفي او دون، اما بحال كان السؤال جوستيفي او دوني لو ميكانيزم او اكسبليكي، بهاي الحاله اون دوا باسي بار لا فورم شاز. لكن بنحولها للفورم شاز، وبعد منها لازم يكون الهيدروجين والالوجين هن اكسيو، واكيد بحط بعضهم البعض. هلا ابلكاسيون على هذه الفكره، هون تنفترض نحن هلا بهيدي البارتي مطلوب منا باول شيء من هالسؤال انه كومبليتي. رح حله بطريقتين، رح حله بطريقه كومبليتي ورح حله بطريقه دونيلو ميكانيزم. افترضوا هلا كان السؤال هون هو كومبليتي، طيب بنبلش فيه مثل العاده، لكن بننسى شيء اسمه سيكلو اكزان وفورم شاز وغيرها. شوفي عندي، عندي الـ T1 اللي هي عبارة عن نيكليوفيل 4 باز فورد مع الـ RX سيكوندير، معناتها في عندي A2 و SN2. بوجود الدلتا معناتها في عندي إليمينيسيون دوردر دو لكان. هلا بين معنا انه نوع الميكانيزم هو عبارة عن إليمينيسيون دوردر دو لكان. قلنا انه بحال عندي انا A2 بقلب السيكلو اكزان، هون كمان في نقطة اللي تذكرتها كثير مهمة، انه بحال كان عندي برودوي تاني غير السيكلو اكزان، مثلا سيكلو بانتان او سيكلو بيتان او اي برودوي سيكليك، وعندي اليمينيسيون اي دو فيها، الفكره هي ذاتها لازم يكون الهيدروجين والالوجين ترانس. الفرق الوحيد انه بباقي اشكال السيكل يعني غير السيكلو اكزان بالميكانيزم ما لنا علاقه بشيء اسمه فورم شاز. الفورم شاز بس بيطبقوا بحاله السيكلو اكزان. اما انه بحال كان السؤال كومبليتي وعندي سيكلو بيوتان او سيكلو بانتان او غيره، ذات الشيء بدي اقول الهيدروجين والالوجين بده يكونوا ترانس. A2 لكن الميكانيزم هلا بده يكون في عندي الالوجين، هي عندي اللي قدام حد منه هيدروجين ترانس مو يعني لورا. طب بهيدي الميل الهيدروجين هو مش مرسوم، هو عندي انا لقدام، فاذا هيدي الميله ما بتناسبني عشان عندي الهيدروجين سيس مع السائل. بهالميل في عندي اثنين هيدروجين، واحد لقدام وواحد لورا لان مش مرسومين اكيد. هون اكيد لكان حيمشي الحال ليه؟ عشان في عندي واحد من هول الاثنين حيكون ترانس مع السائل اللي هو الهيدروجين لورا. اللي بنعمله هو انه من قيم القش ومن قيم السائل بنحط محلها دوبل ليزون. هيدي هي بكل بساطه فكرتها. بيطلع لنا الجواب هو بالطريقة التالية، لكن بس عم بعلق معي. هيدا بتضل مثل ما هي الساعة 10، وهيدي بتضل مثل ما هي كمان. هون حيكون في عنا الساعة 10، وهون حيكون في عنا دوبل ليزون، لكن هيدا هو الجواب لكن على اول فيرسيون من السؤال اللي هي كومبليت. تنفترض كان هيدي البارتي هي ذاتها طالبين مني انه دوني لو ميكانيزم. مثل ما حكينا مرة الماضية بدنا نحولها للفورم شاز، لكن بما انه في عندي اي دو بالسيكلو اكزان. هلا تنفترض انا رقمت هلا الكربون بهالطريقة، يعني رقم الكربون هون هن عبارة عن ريفرنس بس حتى اعرف كل كربون وين حيكون موقعه بالفورم شاز، لحتى حط عليه البرانش المناسب وبعد منها حطهم بين بعضهم البعض حسب السيس وحسب الترانس. تنفترض انت بهذه الطريقه. هلا بال هون هلا بالفورم شاز، طالما هن مش جابريني بارقام معينه فيني رقم انا الكربون اعتمد الريفرنس اللي بدي اياها. تنفترض انا حبيت احط هون رقم واحد، هون رقم اثنين،
ثلاثة أربعة خمسة وستة. اللي نحن هون كبوان دو ديبار لحتى نرسم الفورم شاز هي انه مش ما العلاقة نهائيا بالاستابيليتي، نهائيا ما العلاقة بالاستابيليتي. هون شو بعمل؟ بما انه لازم يكون الاش والسائل هن بده يكونوا اكسيو، بلش اول شيء انا بالنسبه لي بحط السائل على الكربون اللي انا نقيته يلي هو واحد هون بهي الحاله، بحطه اكسيال عشان بحال حطيته اكواتوريال وكفيت على اساسه اكيد بعدين حوصل لمرحله حقول انه لازم يكون السائل اكسيال وبدي اضطر اني اعمل روتاسيون وغيرها. فمن الاول الطريق انا شو بعمل؟ بحط السائل اكسيال لكن وبرسم الباقيين مقارنه مع عندي على الكربون رقم 2 ميتيل ترانس يعني بدي يكون بهذا الشكل، وعلى الكربون رقم 5 عندي ميتيل سيس مقارنة مع هيدا لفو. فإذا هون بدي يكون على الرقم 5 الميتيل لفو يعني أكسيال. حولناها للفورم شاز، حولناها للفورم شاز. هلا بهيدا المرحلة شو بنعمل؟ بنرسم لكن هلا الميكانيزم. هلا انا بتطلع انا هلا بالكربون اللي هن حد الكربون رقم 1 اللي هن الكربون رقم 6 اكيد والكربون رقم 2، شوف الهيدروجين شو وضعهم على هالكربون. هلا في عندي غلطه هلا عم انتبه لها اللي هي هيدا اللي هون طلعت هذه الميتيل اللي هون ما انتبهت انا هي التراسي، فاذا هذه اللي فوق بدها تكون الميتيل لتحت. لكن هذه ما انتبهنا لهون، لكن هون نحن قلنا استأشتر واو واستقل هول الاثنين اللي اللي قدام من يسمع بعضهم البعض، فاذا بتكون الميتيل لفوق والساشتر واو والسال الساشتر واو لورا والسال لقدام من ترانس بين بعضهم البعض، هيدي السال لفوق فاذا حتكون الميتيل لتحت هون. طيب لكن نرجع هلا بنكفي لكن بعد ما صلحنا الخطا الصغير على الكربون رقم 2 الهيدروجين هو اكيد البرانش اللي مش مرسوم عندي حيكون بهالشكل اكواتوريال يعني معناتها لكن ما بيعمل اليميناسيون اي دو مع السائل. على الكربون رقم 6 اكيد في عندي 2 هيدروجين واكيد حيكون في عندي واحد منهم بناسبني لكن هلا يلي هو اي واحد منهم الهيدروجين اكسيال هو اللي بناسبني. الميكانيزم مثل العادي الباز هو الاتيلات اتي اوموان لكن منشيل الهيدروجين نكون الدبل الليزون ومنطير السائل. بيطلع عندي دبل الليزون بهيدي المنطقة وهول اثنين بضلهم مثل ما هن. ونحن حكينا مرة الماضية عن هيدي الفكرة هون ملاحظة اللي هي انه نحن لما يصير في عندي دوبل ليزون بقلب الفورم شاز يبطل في عندي انا فورم شاز بالاسباس. ليه؟ عشان صار في عندي كربون اس بي 2 والفورم شاز هو عبارة عن كربون اس بي 3 الست كربون اللي بقلبه. هيدا الفورم منه كتير دقيق لكن نحن عم نعتبره صح. الفورم الدقيق هو الفورم اللي رسمته انا فوق، هو الفورم يلي رسمته انا فوق يلي هو بهالشكل هيدا. هذا الفورم الأصح لكن أنا بحط أنا هاي الدوبل الليزون لكن بحطها مطرح ما بدي وبرسم مقارنة مع لكن برسم مقارنة مع الاثنين متيل الباقيين أكيد انطلاقا من الفورم دو ديبار اللي عندي بقلبه أنا المتيل اللي قدامه لورا حسب كيف هني هون برسمهم. عند هيدا المتيل اللي قدام اكيد انتم بتكفوا الهيدروجين وعندي هون ميتيل لورا. فاذا هيدا لكن حليته انا بطريقتين، بطريقه كومبليت قلنا شو بنعمل، بطريقه دونيلو ميكانيزم كمان قلنا شو بنعمل، وقلنا لكن انه هون احنا الفورم الاصح هو انه نحولها للفورم
سيكليك بهي الطريقة مش الفورم شاز، لكن الفورم الأول عم نعتبره صح لحد هلأ، بس الفورم الثاني أفضل هلأ. بظن يمكن أنه مش حاله هذا البروبلم، لكن ننتقل للرقم اللي بعده. هون هلأ مطلوب منا بالسؤال رح حل بس بفيرسون واحدة. إذا بتلاحظوا الفرق بين هيدا وبين اللي فوق منه هلأ، هو أنه السؤال هيدي كانت لقدام فوق عملتها لورا. نشوف هلا شو حتعمل معنا الفرق نحن بالنتيجة. طالبين منا بدهم البرودوي شو هن شو هن؟ البرودوي مع الميكانيزم. يعني رح حله دغري هلا رح حول الفورم شاز بحال في عندي اي دو. اي تي ام 1 مع اي تي واش اللي نحن بنطلع بالاي تي ام 1 لكان اللي هي الكاركتر 4. ثاني سولفوما بيرثمنا. هيدا عبارة عن كلوفيل 4 باز فورت مع الاريكس سكوندير تعطينا A2 وS2 مع الدلتا بيصير في عندي A2، يعني مثل ما حكينا فوق بالضبط في عندي A2 منحولها للفورم شاز لكن كمان هون مثل ما حكينا طالما هن مجبرين بأرقام معينة أنا فيني أعتمد الريفرنس اللي بدي إياه، فيني أعتمد الريفرنس اللي بدي إياه. تنفترض أنا حبيت أنا وزعهم بهالطريقة بس حتى أعرف كل كربون وين كان وين صار بالفورم شاز. وهون كمان هلا تنفترض حبيت انا هاد الطريقين مع انه فيكم تنقوا الترتيب اللي بدكم اياه، فيكم تنقوا الترتيب اللي بدكم اياه ما في اي مشكله، المهم تحترموا الديستانس بين كل اثنين برانش والستيريو شيمي بيناتهم اذا هن سيس او ترانس. ومنبلش مثل العاده لكن بالسؤال حط اكسيال على الرقم 2 في عندي انا سيس مقارنه مع السؤال. إذا السؤال لفوق لازم تكون الميتيل لفوق يعني إكواتوريال. على النمرو 5 هي ترانس مقارنة مع السؤال، السؤال لفوق حتكون هي لكن لتحت يعني إكواتوريال. هلأ منتطلع ظن يمكن في كتار منكم انتبهوا أنه هلأ بهي الحالة في عندي احتمالين للإليميناسون، اثنين إدروجين فين يعملوا إليميناسون. على الكربون رقم 2 عندي هيدروجين اكسيال في يعمل اليميناسيون، وعلى الكربون نمرو 6 كمان في عندي هيدروجين في يعمل اليميناسيون، لكن حيطلع معنا 2 برودوي. لهالسبب انا هون راسم 2 برودوي بهيدي الميلة. طيب كيف نحن هلا بنحولهم لكان؟ هون نحن هلا كميكانيزم نحن مثل ما قلنا فوق عندي اي تي ام 1 لكن بتشيل هاي الهيدروجين بتكون دوبل ليزون، هودي الثلاث اسهم اكيد على عين علامه، ورح نسمي هذا الشمان هي شمان ا بما انه في عندي بعد برودوي ثاني. اذا بدكم فرض مره برسم شو البرودوي اللي جاي منه حتى ما تعجى رسم شويه ثاني بالاسهم، هون بيطلع عندي لكن دوبل ليزون بهيدي المنطقة على النمرو 5 بضل مثل ما هو لكن اكواتوريال، وعلى الكربون رقم 2 بطل في عندي هون اكسيال اكواتوريال، بترسمه بالطريقة اللي بدكم اياها رسمته بهالشكل. لكن هون احنا في عندنا دوبل ليزون اذا مش واضح. هلا بنيجي لكن بنعمل ذات الشيء لكن يا اما نطلع من الاي تي ام 1 هي ذاتها يا اما بنرسمها مرة ثانية على الهيدروجين الثاني كمان هون. هذا الفوا حنسميه فوا بي. بيطلع عندي دوبل ليزون بين الكربون واحد والكربون رقم ستة، والباقيين بضلوا مثل ما هن لكان اللي هن هيدي هون وهيدي هون الطريقة إكواتوريال. هلا افترضوا انطرح انتهى السؤال لحد هلا مثل ما هن طالبين بدهم البرودوي مع الميكانيزم. اذا مطلوب مني الماجوريتير والمينوريتير مثل ما تعلمنا بالسابق بنطلع بالباز. الباز هو نو اون كومبري معناتها بنطبق سيد زاف. سيد زاف بقلنا الالسان اللي بلوس ستابل هو اللي كان بيكون الماجوريتير. الالسان اللي هون هيدا هو تري سبستيتوي. ليش تري سبستيتوي؟ شايفين هاي الدوبل ليزون عليها كم برانش؟ برانش 2 3. اما هيدي اللي هون فهي
دي سبستيتوي عليها برانش 2 التري هو البلوس ستابل، معناتها اول واحد هو الالسان ماجوريتان، اول واحد هو الالسان ماجوريتان. لكن هذا كان الحل، لكن للثاني بروبلم حننتقل هلا بعد ما انتهى الكور كليا لحل الاعمال اللي معكم اياها. الاعمال لكان شو عنا؟ نبلش بالرقم واحد. لكان الرقم واحد عم يقولوا انه في عندي هيدا البرودوي اللي هو التروائر كاتر اير. لكن بالرقم واحد عم يقولوا في عنا برودوي التروائر كاتر اير تروا برومو بتفاعل مع الان اس ان اللي هو عبارة عن نيكلوفيل فور. يعني انا هون حولت انا هيدا الفورمول بريتون او النموكل كتير بالاحرى حولتها للفورمول استركتورال مثل ما انتم ملاحظينه، حولتها كمرحلة اولى بس حتى نوضح شو في عنا. واكيد الرقم 3 وال4 هي حسب النوموكلاتور. في عندي هيدا البرودوي مع السي ان مولكن. شو طرحي علي اسئله؟ باول بارتي بدهم الفورمول سيمي ديفلوبي للبرودوي، يعني للبرودوي دو لا رياكسيون، البرودوي اللي عندي انا هون. اكيد نحن هلا كمرحله اولى ما نعرف شو هي نوع الرياكسون. نوع الرياكسون لكن سان مان هو عباره عن نيكلوفيل فور، وهن بكل الاحوال مساعديني فيه وقايلين انه هو عباره عن نيكلوفيل فور. والشغله الثالثه لما هن يحطوا لي تنفترض بين هلالين نيكلوفيل فور، نيكلوفيل بالاحرى بشكل عام، او يحطوا تنفترض انه باز، اذا حطوا نيكلوفيل معناتها هن بيعنوا فيها انه بس بدهم ايانا نحكي عن الكاركتر نيكليوفيل، يعني عن الاس ان. اذا حطوا باز معناتها هن بدهم ايانا نحكي بس عن الكاركتر بازيك، يعني نحكي عن بس عن الاليميناسيون حتى لو كانت الاس ان موجوده. بكل الاحوال السي ان ام 1 هي عباره عن نيكليوفيل 4 تعمل اس ان دو. لكان هم ما بدهم الميكانيزم، هم بس بدهم منا شو هو البرودوي فينال. هلا هون احنا بنعرف انه بحاله الاس ان دو بتيجي السان تعمل اتاك وتطير البئر، والاس هون مش مشان الميكانيزم ابدا، هون بس هن مشان توضيح الفكره. يعني انا محلكم خلص، في عندي اس ان دو بكل بساطه شيل بئر بحط محل السان، حتى ما بفكر بشغله كثير مهمه اللي هي الرانجمون. ليش بفكر فيها؟ علشان نحن قلنا قبل بمره سابقا انه بحاله الاس ان دو وبحاله الاي دو الميكانيزم ما بيبرق بكربوكاتيون، وبالتالي ما نفكر بامكانيه الريارانجمون. حطينا سي ان لكن محلها هيدا هو البرودوي دولا رياكسون، نقبع بار نحط محلها سي ان. بالبارتي بي هلا بدهم الميكانيزم لكن والاكسبرسيون دولا فيتاس. هلا اذا بدكم فرد مره هلا حتى ما ننسى شو هي الوا دولا فيتاس هون بحاله الاس ان دو، هي في بتساوي اكيد الخط مش عم يساعدنا كثير ك ار بي ار اللي هي البرودوي اللي معنا اياه ضرب مين؟ ضرب الكونسنتراسيون لل سي ان ام 1. ضرب الكونسنتراسيون لل سي ان ام 1 هيدي لكان الشق الثاني جاوبنا عليه. بنيجي هلا لاكرير لو ميكانيزم ديتاي. بالنسبه للميكانيزم ديتاي لكان هلا هون احنا طالما هن حاكيين على الستيريو شيمي هون معناتها بدي ارسم الميكانيزم بالاسباس، يعني معناتها بدي ارسم لو برودوي ار بي ار دون الاسباس. كيف انا هلا بدي ارسم هيدا بالاسباس؟ يعني شو هي البوان دو ديبار اللي بدي انا بلش فيها وكمل على اساسها؟ هون انا بيهمني شغله وحده بكل هالتفاعل، اذا بتلاحظوا هي الكربون اللي حامل بي ار هو اللي بصير عليه اتاك. شو بعمل انا؟ برسمه لهالكربون يلي حامل بي ار، هذا الكربون اللي حامل بي ار لكن برسمه بالبلون لكن. هلا باقي الاحتمالات صح لكن بفضل انا خلينا على الطريقه السهله والمضمونه. نرسم لكن الكربون اللي حامل الجروب بارتون بالبلون لكن،
وبعد منها بترسموا هلأ كرام ديكالي أو بترسموها إكليبسي، ما في أي مشكل اللي بدكم إياه. وبالنسبة للكربون اللي حامل اللي بار تحطوه فوق أو تحطوه مثلا بهالطريقة هايدي، يعني ترسموه بهالشكل هيدا تحطوه تحت، كمان ما في أي مشكل. اللي بدكم إياه الشيء اللي بريحكم، ما حطوه للبقار بالبلون والتين عملوا مثل بدكم. فنفترض أنا لقيت أنا هالفورم هيدا ديكالي، هيدا الكربون رقم 3، هيدا الكربون رقم 4، بدي أرسم هيدا يكون R وهيدا بدي أرسمه حتى يكون R. لأرسم الكربون رقم 4 أرسمه بالطريقة اللي بدكم، يعني ما في أي بريفرنس. أنا بهمني بس الكربون اللي حامل البي R هون، لو حيصير عليه الأس أندو، لو كان إيدو كان بهمني، بس هلا عندي أس أندو هون. لكن كيف أنا مثل ما حكينا بالسابق شو بنعمل؟ بنحط الرقم 4 لورا، وبعد من الاثنين الباقيين نرسمهم حسب الـ R والـ S. حكينا عنها كثير هذه الفكرة بس ما حعد عليها هلا. رسمنا هذا هلا، بعد ما رقم 3 بعد ما رسمنا الـ R بدي ارسم الاثنين البروش الباقيين حسب الـ R والـ S لحتى يطلعوا معي R. لازم يطلع عندي الهيدروجين هون والإيثيل اللي عندي. لكن هيدا كان هو حولناها لهالفورم هيدا. هلا بنعمل الميكانيزم. نحن قلنا بحاله الميكانيزم لاس اندو وبالايدو الاتاد ترانزيشن اللي عندي، الاتاد ترانزيشن ما برسمها الا بحالين طلبوها مني، قالوا لي شو رسم الاتا او الانترميدير او اللي بدكم اياه. هون هن حسب طبيعه السؤال وبكل الكور تبع اللي ما كون اياه بالكتاب مش طالبين مني ارسم الاتاد ترانزيشن، لكن انا حارسمها هون كبارتيسيب المونتار بس حتى نتعود عليها، بس هي بحال انطرح مثل ما هو السؤال مش مطلوب منه. طيب التالي ترانزيستور لكان، هلا اول شيء الميكانيزم كيف هو؟ عندي السي ان موان لكان اتاك دورسال و رياكسيون كونسيرتي. هذا الكربون بيضل مثل ما هو، الكربون رقم 4، الكربون رقم 3 الاش والتي بضل مثل ما هن، لكن السن والبقر بيصيروا بوينتية مع شارج بارسيال دلتا واكيد كروشي ودياز. هيدا هو لكان الاتاد ترانزيشن. منجي هلا لكان لوين؟ منجي ل شو بصير عندي البرودوي فينال. البرودوي فينال لكان هيدا بضل مثل ما هو، ما حدا قرب صوبه، وكان ار هلا بنحكي عن الستيرج بخلوه شوية تاني. الثاني واحد السان بيركب لكن من الجهه اللي عمل منها اتاك، اكيد ما حركبه هيك بهالطريقه عشان انا ما عندي بالفورم ديكالي فورم بهالشكل. الفورم ديكالي الفورم كوركت هو بيجي بهالطريقه، انتبهنا؟ لكن برسمه بالفورم كوركت لكن مش بهالشكل هيدا، بحط السان بهالطريقه واكيد الباقيين بدفشوا لفوق ومثل ما هن بضلوا لقدام ولورا. هيدا هو لكن الجواب على البارتي بي. طالبين منا بالبارتي سي ستيريو شيمي واكتيفيتي اوبتيك. هلا كاكتيفيتي اوبتيك عند اثنين كربون اسيمتريك ديفيرامون سبستيتويي، معناته ما عندي امكانيه بلون دو سيمتري. ماشي الحال يا شباب، ما عندي امكانيه بلون دو سيمتري، معناته اكتيف، معناته لكن اكتيف. ستيريو شيمي نحن قلنا بالاس اند بصير في عندي انفرسون دي كونفيغوراسيون. طيب ثاني ما حدا قرب صوبه بضلوا ار. اول واحد كان ار شو بصير؟ بصير اس، معناتها 3 اس 4 ار. لكن هون اسمعوا كثير منيح، بنصحكم بالشيء الثاني. اول ملاحظه من الملاحظات اللي بدي احكيهم، الكربون اللي مصرف عليه اتاك باغلب الحالات بضل مثل ما هو، لكن احيانا بتغير الكونفيجوراسيون تعوله. ليش بتغير؟ علشان يمكن يتغير ترتيب الاوردر لكان، الاوردر للبرانش اللي حد منه حسب الراجل دوكان، هو حيتغير، يمكن يتغير وبالتالي ما يضل مثل ما هو. فبنصحكم تتاكدوا منه دائما. وبالنسبه للانفرسون دي وولدن بسرعه كربون تروا، كمان احنا حكيناها قبل مره انه احيانا بتصير معنا، وبالتالي كمان بنصحكم تتاكدوا منها دائما، يعني جيبوها من الاول من الصفر، اول واحد والثاني واحد. رقم 2
برام 2 لكان قايلنا في عنا هيدي الرياكسيون لكان قايلنا انه في عنا هيدي الرياكسيون تعطينا 2 برودوي تعطينا 2 برودوي بدهم الميكانيزم لكان لهالرياكسيون هيدي واكيد بدي ارسم شو هني الاستركتور للبرودوي قول من هو الماجوريتر يعني بدهم الميكانيزم لكان بكل مشتقاته مثل ما بيقولوا منبلش نحن قلنا نحن بالكبر انه هيدا النوع من الرياكسيون اللي هو الار او اش مع الاش اكس هيدا عباره عن شو نحن ميزنا نحن بفكره لحالها بفكره لحالها انه هو اس ان ان بكل الحالات الا بحاله وحيده اس ان دو اللي هي شو اللي هي الالكول بريمير اللي بيعطي كاربوكاتيون نو ستابيليزي لا بريزونانس ولا بري ارانجمون. هلا انا مطلوب مني اعرف هل يا ترى هون في عندي اس ان ان ولا اس ان دو؟ اضافه لانه اذا بتلاحظوا هن قايلين لي بالسؤال انه هو عباره عن اس ان. على كل حتى لو قالوا اس ان. هون في عندي شغلتين بيساعدوني انه هو عباره عن اس ان. اول شيء الالكول اللي عندي هو الكول سيكوندير على 2 برانش فاذا اس ان. الشغله الثانيه بتريحني انه في عندي 2 برودوي 2 برودوي من بينه في واحد ماجوريتير معناتها في عندي كاربوكاتيون مرقنا فيه والكاربوكاتيون عمل ري ارانجمون والكاربوكاتيون باي ميكانيزم برمانا بالميكانيزم اس ان. لكن الخلاصه لكن كيف ما برمناها في عندي لكن ميكانيزم اس ان لكن الميكانيزم لكن شو بنعمل اول مرحله بغض النظر اذا هي اس ان بريمير او سيكون اورد ما نحول او اشد بون جروب بارتون بهي الطريقه بيطلع عندي لكن لو بلس اشد اللي هو الاوكسونيوم اللي هو التري بون جروب بارتون لكن الاسهم اللي عم برسم هي اللي عليها العلامات بالامتحان العلامات هي على الاسهم اضافه للانترميديال بعد منا هيدا بيطير بيتكون معنا كاربوكاتيون لكان بهالشكل الكاربوكاتيون بنفكر دائما بامكانيه الري ارانجمون بهيدي الميلي بتحول هيدا عندي كاربوكاتيون سيكوندير اكيد الهيدروجين من هون ما بيناسبني ليه عشان بيحولوا لكربوكاتيون بريمير اما بهيدي الميلي اذا عمل ري ارانجمون بتحول لكربوكاتيون ترسيير وبالتالي في عندي ري ارانجمون كيف نحن بنكفي من هون وبالرايح بنكفي من كل انترميديار لحاله وبيطلع عندي ماجوريتير ومينوريتير واكيد نحن هلا بعدنا نستعمل البي ار ام 1 لكان اللي هي بتعمل اتاك من جهتين ملاحظين حتى اذا بدكم فينا ارسمها مرتين اللي بدكم اياه هم تعبروا عن اثنين اتاك واحيانا بنرسم بس سهم واحد بنكتب عليه اتاك دو كوتي كمان يعتبر صح هون بمنه الميكانيزم بقلب البلون هون لكان يمكن حاكي عنا سابقا هيدي الفكرة بس بحط بي ار يعني مش بحطها مرة فوق مرة تحت وقلنا نحن انه حتى لو عندي يهون هول اثنين اتاك من فوق من تحت عندي يهون اثنين برودوي مختلفين بالاسباس بقلب البلون هن بيكون في عندهم ذات الفورميل استركتورال وبالتالي ما في داعي ارسم بي ار مرة هيك ومرة هيك هن فعليا ذات الشيء بقلب البلون حطينا اول مرة بي ار حطينا تاني مرة بي ار هيدا هو لكان الجواب على السؤال بدهم الماجوريتير اكيد الماجوريتير هو اللي جاي من الكاربوكاتيون ري ارانجي لو بلو ستاب هيدا هو لكان برودوي دو لا رياكسيون طالبين بعد شيء تاني منه هن لا مش طالبين شيء رقم 3 قايل لنا في عندنا هالبرودوي هيدا اللي قدامكم اللي هو ا رسمته انا تحت
شكل استركتور لحتى توضح لنا الفكرة. مع الاش بي ار بيعطيني 3 برودوي، مع الاش بي ار بيعطيني 3 برودوي. طارحين علي قالي واحد منهم اكيد ماجوريتار. اول شيء بالبارتيئه طالبين مني نومي وارسم كرام. النوموكلاتور للالكول لحد هلا بعدني مش حاكي عنها، اذا لحقنا هالسنه نعطي الالكول ساعتها بتشوفوا كيف نحن سميناها بهي الطريقه هي. فهلا بس نقول الاسم تشوفوها بشابيتر الالكول بحال اخذنا كرام برسمها بالطريقه اللي بدي اياها، بالطريقه اللي بدي اياها. المهم ارسم الكربون 2R وال3R. بما انه الرياكسون هون حصير على الاو اش فانا شو نقيت انا وهي عباره عن اس ان، قلت انا فرد مره حتى ارسم الاو اش بقلب البلون عشان اسهل لي مشان الميكانيزم. بس انتم بحال ما رسمتوها بالبلون هون ما في اي مشكل، المهم انه ترسموها ار وار. وبعد من انا بحال كنت بحاجه الى بالبلونت مثلا وانتم مش رسمينها بالبلون تعملوا لها روتاسيون. المهم رسمت انا بهالطريقه بشكل يطلع عندي اول واحد ار والثاني ار. بارتي بي قايلين التالي، قايلين انه لا فيتيس ني دو بون با دو لا كونسونتراسيون اون اش بي ار، ني دو بون با دو لا كونسونتراسيون دو اش بي ار. بدون الميكانيزم مع الستيريو الشيمي للبي والسي. هلا شطبوا بي والسي عشان هني هي فعليا بالفيرسون دي كان في عندي بي والسي بالسؤال شطبوه من فوق بس نسوا شطبوه من تحت. المهم لكان بدون الستيريو الشيمي للبرودوي، واضح؟ بداية بدي اعرف شو نوع الميكانيزم، هل ترى هو اس ان ان او اس ان دو، هل ترى هو اس ان ان او اس ان دو. طيب الكول سيكوندير معناتها اس ان ان وتروا برودوي مثل ما حكينا بالسابق، يعني مرقنا بكربوكاتيون وما بعرف شو يعني كمان على الارجح اس ان ان. وهيدي المعلومه هون هي مثل ما بيقولوا زيت على زيتون، لا فيتيس ني دو بومبا دو لا كونسونتراسيون اش بي ار، معناتها الواد لا فيتيس هي ما في عندي بقلبها كونسنتراسيون لمين للاش بي ار، يعني هي بتسوي ما في بقلب كونسنتراسيون للنيكليوفيل، يعني بتسوي ك ار او اش بدون الكونسنتراسيون للنيكليوفيل اللي هو عباره عن اش بي ار. يعني هيدي كمان امبليك انه في عندي اس ان ان. على كل هن يعني بهالطريقه هون ساعدونا بحال احنا ما انتبهنا كيف ما نحن برمناها بيطلع معنا الميكانيزم هو عباره عن اس ان ان. لكن بدهم الميكانيزم لكان لهالبرودوي هيدا. الميكانيزم لكان منبلش فيه اكيد مرسوم بالاسباس، لكان ما انا نرسم اللي عندي الستيريو شيمي للبرودوي معناتها بدي ارسم الميكانيزم بالاسباس. كيف بنرسمه؟ هون بهي الحالة كان في عندي OH المرحلة الأولى مثل ما حكينا هي مع الاش بلس تاعت الاش بي ار، بيطلع عنا اوكزونيوم، بيطلع عنا اوكزونيوم. بعد منا هيدا بيطير كجروب بارتون لكان تعطينا كربوكاتيون. الكربوكاتيون بدي ارسمه بالاسباس، بدي ارسمه بالاسباس لكن للكربوكاتيون. الكربوكاتيون هو عنده ابريداسون اس بي 2، يعني في احتمالين لحتى ارسمه انا بالاسباس، يا بهالطريقه هيدي الثلاثه ليزون يكونوا بقلب البلون تبع الاكرون تبعت الكمبيوتر مثل الارسين ذات الشيء، يعني هيدي بالاسباس تعتبر ما في اي مشكل. و الاحتمال الثاني انه يكون في عندي هالفورم هيدا، يعني انا بكون بهي الطريقه شايف، وانا شايف هيدي الليزون لكن بقلب الاكرون
وهيدي اللي قدام باتجاهنا وهيدي لورا، تخيلوا انتو، فيعتبر كمان بالاسباس. انا هون شو عملت؟ انا رسمته بهالشكل هيدا، ولا حتلاحظوا انه انا اسهل لي وانسب لي ارسمه باي شكل، بالشكل هيدا اللي قدامه لورا، ليه؟ مشان المرحلة التالية بصير اسهل لي. حطيناه نحن بهالشكل هيدا، بعد منا هل يا ترى بيصير في عندي انا ريارانجمون هون مع هذا كاربوكاتيون سيكوندير مع الساش 3 بيتحول لبريمير من الميلي ما بتناسبنا. بالميلي الثاني فكر بالهيدروجين، يا بيعمل ريارانجمون يا ما بيعمل ريارانجمون، انه هو الجروب الاصغر. اذا عمل ميغراسيون وعمل ريارانجمون بيتحول من سيكوندير ل ترسيير، فاذا في عندي ريارانجمون، في عندنا الرارانجمون. هلا الرارانجمون هون بهي الحاله، لكن كيف بيصير فعلا؟ اول شيء الهيدروجين لما يجي للكربون اللي هون، هلا هو فعليا بالاسباس بيجي مره من فوق مره من تحت، بس الكربون اللي تكون معنا هون هو منه اسيمتريك، اللي في عندي بقلبه 2 اش، وبالتالي رسمته انا بهالشكل هيدا، يعني ما رسمته بالاسباس، ما في داعي له بالاسباس، يعني فعليا هيدا عباره عن شو؟ عباره عن سي 2 اش 5، جروب سي 2 اش 5. الثاني هلا هون صار في كاربوكاتيون، هلا ما حدا يرسم لي الكاربوكاتيون بهي الطريقه غلط، نحن قلنا يا بيكون بهالشكل يا بيكون بهالشكل غلط، فاذا ما حدا يرسم بهالطريقه هاي، يا بترسموه مثل ما حكينا فوق يا بترسموه مثل اللي تحت. طب نفترض نحن حابين نرسم بهالطريقه، حط الفينيل هون والسدو اش 5 هون. هلا للتذكير، هلا بالسابق هون نحن لما تحولنا من هذا البرودوي للثاني هون، حتى بهذه الميله انا فيني احط الساش، فيني ما التزم بال الساش تروا والاشكي فيني، ليه؟ عشان في عندي روتاسيون ليبري، يعني فيني احط الساش تروا لورا والهيدروجين لقدام، بس حتى ما لبك حالي تركهم مثل ما هن. المهم حطينا هون هول الاثنين مثل ما هن. هلا بعدين شو بنعمل؟ هون هلا المرحله اللي بعدها نعمل اتاك للبي ار ام 1، كمان هون مره من فوق ومره من تحت، نعملها نسميها هيدي تنفترض ا وهيدي ب. الا هيها اتاك من تحت بيدف شعوده لفوق، الثاني بضل مثل ما هو اكيد، ثاني كربون هذا بضل مثل ما هو بالحالتين، والبي هي اتاك البي ار من فوق بيدف شعوده لتحت. ثاني واحد انتوا اذا لاحظتوا الان هون لما ارسم الكربوكاتون بهي الطريقه اللي قدام ولا ورا بيصير الموضوع كثير سهل علي، ليه؟ عشان لما اعمل اتاك انا بالبلون لكان اتاك بركب من تحت وبالباقيين بضل مثل ما هن لفوق لتحت لقدام لورا، عفوا لهالساب هون بهي الحاله انا اسهل لي اني اعمل واحد لقدام واحد لورا. هلا فيني ارسمهم مثلا هيدا لورا فرد مره وهيدا لقدام او العكس، ما في اي مشكل اللي بدكم اياه، وفيني اتركها مثل ما هي الرسمه وتخيلها، انا تخيل واحد لورا واحد لقدام، لكن اللي بتخيله انا باول اتاك للبي ار اللي حارسمها هلا بتخيله بالطريقه ذاتها للثاني واحد، مش انه بتخيل بقى فيني المره لقدام مره لورا. بي ار مو كان هون، سي وبي ار ام 1 دي، وهذا الجروب عباره عن سدو اش 5، يعني صار في عندي الكربوكاتون بهالشكل هيدا. عندي هون فينيل، هون سدو اش 5، وهون سدو اش 5. هلا المصحصح اكثر من غيره بينتبه انه انا ما حيطلع عندي كربون اسيمتريك بالاسباس، ليه؟ عشان في عندي اثنين برانش مثل بعضهم. بكل الاحوال انا هلا هون حانتبه لها بحال ما انتبهت لها بالمرحله. البقر اللي بتركب من تحت لكن
البي بضل مثل ما هو لك بدفش لفوق وبحرك بتمن فوق بندفشه لتحت. اكيد انا برسم الزاوية هون 90 درجة مثل ما حكينا قبل بمرة عن الكربون اسبت رواب الشابتر الستيري بشيمي. هيدا لكن قلنا عنه السي، السي هو الاتاك من تحت والدي هو الاتاك من فوق. طالبين منا هني بدون الميكانيزم لكن دتايه والستيريو شيمي. الميكانيزم والستيريو شيمي ومنقول فرد مرة من هو الماجوريتار. ميكانيزم مع الستيريو شيمي لكن حكينا عن الميكانيزم الستيريو شيمي. هلا بالنسبة للستيريو شيمي كمان هون هلا دو ار تروا ار، يعني هيدا لكن دو عنا يا أركين هاي التروا عنا يا هار. الكربون عم تلاتي هون بعده مثل ما هو أكيد عشان ما صار فريق أتاك على الأغلب، بس قلنا متأكد منه أفضل. وكربون عم اتنين انتبهوا هذا كربون أسيمتريك بتكون معي، معناتها حيكون عندي مرة أر ومرة أس. الكربون رقم اثنين شو بتعمل انتو؟ بتجيبوه بحالة من الحالتين، بتجيبوا الكونفيجوراسيون للكربون رقم اثنين بتجيبوه بحالة من الحالتين واللي بيطلع معكم بتعكسوها بالتاني احتمال، بالتاني برودوي، بتعكسوها بالتاني برودوي. هون بأول وحدة لما تعمل اتاك بأر من تحت بتجيبوا الأر والأس للكربون رقم اثنين بيطلع معكم أس، لكن دو أس تروا أر. شو معناتها التاني حيكون؟ التاني حيكون لكن R، التاني حيكون R. هون هيدا الكربون منو أسيمتريك، عندي 2 سدو أش 5 على الكربون هو ذاته، فإذا هون ما في نحط زائد هون، يعني كان عبر هون إنه A زائد B هي فعليا A وA، يعني إيدونتيك، يعني بترسموا واحد من هول اثنين أو بترسموا الاثنين اللي تحطوا بيناتهم إيدونتيك لعشان هن فعليا ذات البرودوي. طلع عند التروا برودوي اللي هن أول واحد الأس أر والأر أر والكربون اللي جاي من الكربون هذا اللي عليه 2 سدو أش 5. الماجوريتار هو مين لكن؟ الماجوريتار هو هيدا البرودوي و هو اثنيناتهم مينوريتار، هو اثنيناتهم مينوريتار. هلا بحال سألونا عن الاكتيفيتي اوبتيك، بحال سألونا عن الاكتيفيتي اوبتيك بس دقيقة هن هو مش طالبينا بكل الاحوال هيدا الماجوريتار انكتيف عشان ما في كربون اسيمتريك، وهول الاثنين بحال سالوا عن الميلونج بحد ذاته، عن الميلونج بحد ذاته الميلونج للدياستيريو ايزومير بيكون اكتيف، عشان احنا قلنا اللي بيكونوا انكتيف في ثلاث حالات هن الراسيميك هن الميزو والزيرو كربون اسيمتريك. لكن حكينا عن الستيريو شيمي، حكينا عن الماجوريتار مينوريتار، انتهى هيدا البروبلم. نيجي للرقم 4. الرقم 4 طالبين منا مين هو البلورياكتيف مع الاس ان 2، من هو البلوراكتيف؟ يعني سؤال رياكتيفيتي، هيك نوع من السؤال كتير كتير بينطرح بالامتحان، سؤال الرياكتيفيتي. مش عم بحكي عن الاس ان دو بالتحديد، عم بحكي عن الاس ان دو والدو والاس ان ا والو ا، وحتى ليش اللي حشوفها نحن بعدين بشابتر الالسان كمان. طيب هلا هون لكن بما انه السؤال هو عن الاس ان دو لكن قلنا هون انه فكره الرياكتيفيتي تنطلق من النقطه التاليه، كل ما الانكومبرمون كبر كل ما الاس ان دو صارت موان رابيد، وكلنا بنعرف انه البريمير هو بلورياكتيف اكثر من السكوندار اكثر من الترسير كار اكس. بنبلش نحن هلا حالي حالي من اللي عنا اياه هون، نحن هون
أول واحد الفرق بين الحالتين إنه في عندي طبيعة الجروب بارتون بتختلف. فإذا كتير سهلة، اللي عنده معيار جروب بارتون أكيد حيكون بلو رياكتيف. بين السأل والبئر، البئر هي معيار جروب بارتون، كلكم بتعرفوا الإي هي أفضل جروب بارتون لكان، وبعد من الباقيين كلهم بيضعفوا. بين البئر والسأل البئر هي أفضل، فإذا هيدا هو البلو رياكتيف. إذا طلب منا جستيفيكاسيون بنقول إحنا بكلمتين إنه بئر إتن معيار جروب بارتون في سأل أفضل من السأل. اللي بعد هلا هون شو في عندي؟ هون عندي زيت الجروب بارتون واثنيناتهم ار اكس سيكوندير، اثنيناتهم ار اكس سيكوندير. طيب شفت احنا شو الفرق بيناتهم؟ هون بهي الحاله البارتي المشتركه بين الاثنين هي هاي، الاثنين هن ار اكس سيكوندير وهيدي البارتي المشتركه بين الاثنين. طيب شو بتلاحظوا؟ بتلاحظوا انه الثاني هو بلوز انكومبري على شهادة الكربون لحد البئر بهذا البرودوي، في عندي عليه 3H بينما بالتاني عليه 2H مع 6H تروا. يعني كأني عم قارن الانكومبرمون اللي جاي من H مع الانكومبرمون اللي جاي من 6H تروا، فإذا التاني هو بلو انكومبري وبالتالي حيكون موان رياكتيف، لكن أول واحد هو البلو رياكتيف. اللي بعدها يلي بعدها هون كتير سهل الموضوع. هون في عندي RX primer وعندي RX secondar. أكيد primer هو blue reactive، وهون كمان بحالة طلب justification بس بكفي نقول إنه أول واحد هو اريكس بريمير والثاني اريكس سيكوندا. يلي بعده يلي بعده هون بين اول واحد والثاني، هاي الفكره يمكن مش حاكين عنها يمكن نحن بالكور حنمرقها هون. شو الفرق بين الحالتين؟ هلا اذا قلت اول واحد بريمير صحيح الحكي، هيدا ما في نقول عن لا بريمير ولا سيكوندير ولا ترسيير. طيب شو وضعه؟ شو الفرق بين الاثنين؟ اذا بتلاحظ انتم هلا شغله انه هون بالثاني في عندي انا ريزونانس، وبالتالي انا بحال بدي ارسم الفورم ميزومير بالتاني حيطلع معي اذا بحكي عن هيدي البارتي، حيطلع معي انه هون في عندي دوبل ليزون بار شارجي بوزيتيفمون. وشو بدي بالبيئه؟ شو بيصير في عندنا بين هيدي البارتي اللي حامله بار؟ طب شو معناتها؟ انتم اذا بتلاحظوا كمان شغله لحد هلا، كل اللي مرقوا معنا لحد هلا بالاس ان وبالاليمينيسون كلياتهم بالاربع انواع تعولهم، كان عندي الكربون يلي حامل الجروب بارتون الالوجين مثلا هو عباره عن كربون اس بي 3، وبالتالي كان في عندي هيدي الليزون ليزون سيجما. لهالسبب كان في يلعب دور شو؟ جروب بارتون الالوجين بحال صار في عليه الطاقه وكان في يترك بكل سهوله الكربون. اما هون الكربون هيدا منه كربون اس بي 3. طيب شو تاثير هالنقطه هيدي على الرياكتيفيتي؟ طيب اذا منه كربون اس بي 3 منه كربون اس بي 3، لاحظوا كيف معناتها بصير في عندي انا كفورم الزمر، معناتها بصير هيك، معناتها انه هيدي الليزون اللي حامل الالوجين اللي حامل الجروب بارتون هي منا سيجما 100%، منها سيجما 100% هي انتر سيجما اي بي، هي فاري انتر سيجما اي بي، يعني فيها تكون مره سيجما ومره بي. شو معناتها؟ معناتها لكن
انه la liaison CBR est une liaison rigide. La liaison CBR est une liaison rigide. ليه؟ عشان فيها تكون liaison double. C'est-à-dire BR ne peut pas jouer le rôle d'un groupe partant. Ne peut pas jouer le rôle d'un groupe partant. Lacan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Lacan. BR ne peut pas quitter la molécule. Ne peut pas quitter la molécule. Lacan a le bien معنا انه بحال كان في عندي انا الجروب بارتون على كربون sp2 انت لا عمر شرح اللي شرحناه معناتها الليزون سي بي ار عم بتكون سيجما 100% بتكون اونتر سيجما اي بي يعني ليزون ريجيد يعني بي ار نو با كيتي لا مولكيول نو با جوي لو رول دان جروب بارتون ستادير يعني معناتها انه هذا البروتين ما في يعمل لا اس ان ولا في يعمل اليمينيسون طالما ما عندي بقلبه امكانيه جروب بارتون ما في يعمل لا اس ان ولا في يعمل لكن شو اليمينيسون بيطلع عندي جواب هو انه اول واحد بلو رياكتيف حتى انا هون فيني كجستيفيكاسيون انا فكر فيها بالطريقه التالي الالوجين لما يكون على الكربون هيدا يلي هو مباشره على السيك هذا الكربون بنزيليك هذا الكربون بنزيليك المعلق على البنزان وبالتالي هيدا هون مسمينه احنا هون برومور بنزيليك بينما هيدا برومور اروماتيك معلق على الاروماتيك دغري نحن صرنا نعرف هلا لكن انه البنزيليك هو بلو رياكتيف اكثر من الاروماتيك قلنا نحن وبرهناها ليه لكن بنزيليك والثاني اروماتيك هيدا لكان بلو رياكتيف هون حتمروا معنا الفكره ذاتها كمان هون في عندي كربون اس بي 2 اللي حامل بي ار وبالتالي هيدي الليزون الكربون اللي حامل بي ار اكيد بعد ما تعمل ريزونانس هي حتكون انتر سيجما اي بي يعني ليزون ريجيد معناتها بي ار ما في يلعب دور جروب بارتون لكن فاذا زيت الحكي اللي حكيناه فوق بنحكيه هون بي ار نو با جوي لو رول دان جروب بارتون كار لا ليزون سي بي ار اي ليزون ريجيد كي فاري انتر سيجما اي بي بينما الثاني هي سيجما 100% معناتها الثاني هو بلو رياكتيف وكتسمية الكربون البي ار او الالوجين لما يكون على الدوبل ليزون مباشرة نسمي نحن هذا البرودوي هو برومير فينيليك فينيليك اما لما يكون البي ار على الكربون يلي حد دوبل ليزون مباشرة بنسميه برومور الليليك الليليك كمان هلا صرنا نعرف كمقارنة بين الليليك والفينيليك الليليك هو بلو رياكتيف هيدا كان لكان النيميرو 4 ننتقل للنيميرو 5 النيميرو 5 لكن قال لنا بدهم لو برودوي يعني كومبليتي ا اي بي طيب نيجي للا 19 واوم 1 هي عباره عن نيكليوفيل 4 باز فورت مع ار اكس بريمير شو بتعطينا بتعطينا اس ان 2 كبرودوي ماجوريتير تري ماجوريتير طيب لكن بكل بساطه هون اللي حيصير معنا وهون مش عم برسم ميكانيزم انا هون حتى ما حد يقول لي اتاك دورسال وغيره هون بنشيل البي ار بنحط محلها او 19 تروا يعني بيطلع عندي لكن كربون اكيد انتم كملوا الهيدروجين كربون و سي اش 2 او سي اش 3 الثاني البي طيب 19 تروا او اش هو عبارة عن الكول سولفون عم يلعب دور رياكتيف احنا قلنا انه هيدا شو بيعمل بهالحاله بيعمل سولفوليز بيعمل سولفوليز سولفوليز معناتها اس ان ان او ان والاس ان ان ماجوريتير والاس ان ان ماجوريتير انتبهنا
ولكن بشرط يكون في عند الكربوكاتيون فورمي هو ستاب، يعني بالسكوندار والترسار ما في مشكلة، بالبريمار لازم يكون ستابيليزي. عندي هون بريمار، هل يا ترى هيدا بيعطي كربوكاتيون ستابل؟ هل اريكس بريمار هيدا طلعوا بالكربوكاتيون بريمار اللي بتكون معنا هو حيكون ستابيليزي بار ريزونانس، معناتها في عندي رياكسيون. طيب شغله تاني اذا بتلاحظوا، ما في عندي امكانيه اليميناسيون هون. ليه ما في عندي امكانيه اليميناسيون هون؟ علشان بحال بدي قيم هيدروجين من هون تنفترض واعمل دوبل ليزون، بصير في عندي اثنين دوبل ليزون حد بعضهم البعض، فشو بدي بها الشغله هاي؟ هلا حاليا مش هنحكي عنه، فمعناتها هحكي بس عن الاس ان. قال لك عندي هون بس اس ان. هلا انا هون لحتى اوصل للبرودويم اضطر افكر بالميكانيزم. اسمعوني كثير منيح، احيانا بيكون الميكانيزم مش مطلوب مني مثل هون، ولكن انا بكون مضطر افكر فيه لاعرف شو هن البرودوي اللي بيطلعوا معي واذا عندي ريارانجمون او لا. يعني انا هون الوهله الاولى قبل ما احكي عن الميكانيزم بعرف انه بما انه في عندي اس ان ان اللي حيصير معنا هو انه اونفارون بلاسي بي ار بار كوا بار اش 3 او. تراجعوا كلكم بتعرفوا ليه. طب انا هلا فيني دغري ام بي ار احط محلها اس اش 3. هلا هون بهالحاله انا وحظي اذا كان الكربوكاتيون فورمي ما بيعمل ريارانجمون، معناتها انا بكون رسمت كل البرودوي فعليا، لاني فعليا البرودوي واحد البرودوي ديركت اللي هو البرودوي ديركت. اما بحال كان الكربوكاتيون بيعمل ريارانجمون اللي بتكون معي، فبهي الحاله انا بكون رسمت برودوي واحد بهي الحاله انا بحال ام بي ار حطيت محلها وسط 10، وبكون البرودوي اللي جاي من الكربوكاتيون ريارانجي مش راسمه. المهم لك الخلاصة بدي أفكر بالميكانيزم هو مش مطلوب مني، بس بدي أفكر فيه على البرويون لحتى أعرف شو طبيعة البرودي فورمي. الكربوكاتيون هون بيعمل ريزونانس، بيعطيني كربوكاتيون تاني. الريزونانس بتشتغل معنا مثل الريارانجمون. كيف يعني مثل الريارانجمون؟ مش بالريارانجمون في عندي كربوكاتيون وكربوكاتيون ريارانجي، وبالريزونانس عندي كربوكاتيون والفورم زمر طوله اثنيناتهم موجودين، وبكفي من الاثنين واضح. هلا بعد ما نصير بهذه المرحله من هون وبالرايح، هلا بلا بضيع وقت احط اوس اش 3 ويصير في عندي او بلس واعمل دي بروتونسون وغيرها، مش مطلوب من الميكانيزم. بعرف انه بعد كذا مرحله نحط على كل كربوكاتيون او اش 3 بيطلع عندي اول واحد والثاني واحد. لكن هيدا ما له علاقه بالحل، هيدا هو الحل، لكن فكرت انا بالميكانيزم مشان اعرف طبيعه البرودوي. طيب هلا هون بهي الحاله اذا طلب مني ماجوريتير ومينوريتير، هون الماجوريتير هو اللي حيكون جاي من الكربوكاتيون البلوس تاب. مين هو البلوس تاب بين هول اثنين كربوكاتيون؟ اثنيناتهم عندهم ريزونانس، بس الفرق بيعمل له اثنين في عنده ريزونانس، فاذا معش يفيدني عامل الريزونانس. لكن هيدا بريمير، يعني بريمير ستابيليزي بار ريزونانس و سيكوندار ستابيليزي بار ريزونانس. الور كربوكاتيون بلوس ستابل الور برودوي ماجوريتي. هيدا لكن كان النيميرو 5. نيميرو 6 شو طالبين منا بالنيميرو 6؟ عاطينا 4 الوجينيول وقايلين منا بدهم الرياكتيفيتي الاورد ديكرواسون، يعني من الاقوى للاضعف بأي رياكسيون بالإيتانوليز. كيف يعني بالإيتانوليز؟ أنا هون شو في عندي؟ عندي ار بي ار إيتانوليز، يعني رياكسيون مع مين؟ مع الإيتانول، مع الإي تي أو اش. هل هن ساعدونا هون؟ قال إنه سولفوليز بالإيتانول. طيب هون هلا لحتى أعرف أنا هلا
من هو البلو رياكتيف للمار رياكتيف بدي اعرف طبيعه الميكانيزم. يعني بجي شوف الار بي ار والتي او اش فين يعطوا مع بعضهم البعض. الار بي ار والتي او اش يعني الايثانول بيعمل السولفوليز يعني اس ان ان او ان. هلا اكيد هون ما حتعمل كمان هون اليمينيشن عشان حيطلع عندي دوبل ليزون هون اللي هي مش موجوده فعليا. المهم هلا الخلاصه بلا فوت بالتفاصيل هي اس ان ان الميكانيزم هون لكان معناتها الميكانيزم باسبر ان كاربوكاتيون. شو علاقه هذا بالرياكتيفيتي؟ مثل ما راينا بالكور لو برودوي كي دون لو كاربوكاتيون لو بلو ستابل اي لو بلو رياكتيف. معناتها يا صبايا شباب اللي بدي اعمله هو انه بدي اجيب الكاربوكاتيون بكل واحد من هؤلاء الاربعه قارن الاستابيليتي لهم بين بعضهم البعض وبعد منها بستنتج الرياكتيفيتي. حتى ما ارجع ارسم مره تانية هيدا اول وتاني ثالث ورابع كاربوكاتيون. هلا كانه صار سؤال له علاقه بالشابيتر رقم 2 لما حكينا عن الكاربوكاتيون والريزونانس وغيره. هون على السؤال الستابيليتي مين هو الكاربوكاتيون البلو ستاب؟ بين نحن عندنا انه الفرق بين هؤلاء الصبايا والشباب هو هود الاربعه جروب شو تاثيره على كل واحد وبعد منه يبين معنا. السؤال قلنا انه حتى لو فيت هي بالريزونانس حتكون الاف ام 1 اي الى اقوى وبالتالي هيدا عندهم 1 اي ساشتروا الكيل بلس اي. برجع للاول او ساشتروا المذكره منيح بيعرف قاعده لها علاقه بالجروب اذا هو فيت بالريزونانس او لا حسب اذا هو على الاورتو على الميتا او على البارا. الاو ساشتروا يعني الاو هي على البارا معناتها فيت بالريزونانس معناتها هيدا في عنده اف ميزومير يا بلس ام يا مون ام. بما انه هو او يعني الكترون ان معناتها هيدا عنده بلس ام. الان قدرت كمان على البارا معناتها عنده اف ميزومير بما انه هو اتراكتور معناتها مون ام. نحل البروبلم معه ستابيليتي للكاربوكاتيون. عند الكربوكاتيون اللي جاي من الرقم واحد أكتر شيء ستاب عشان هو أكتر شيء دونر وبعد من اللي جاي من رقم أربعة هلا الأتراكتور كل ما كانت الإف أتراكتور أضعف كل ما كان بلوس ستاب معناتها الرقم اثنين هو ككربوكاتيون بلوس ستاب أكتر من رقم 3. الرياكتيفيتي vis-à-vis de SNN لكن varie dans le même sens معناتها هلا اللي بحكي عن الرياكتيفيتي عم برجع بحكي عن البرودوي ار بي ار. برجع بحكي عن البرودوي ار بي ار يعني الواحد هو بلو رياكتيف اكثر من الاربعه اكثر من الاثنين اكثر من الثلاثه. هيدا هو لكان السؤال وبحالة طلب جستيفية قلنا لكان انه ميكانيزم اس ان ان باس بار ان كاربوكاتيون لو برودوي كي دون لو كاربوكاتيون لو بلو ستابل لو بلو رياكتيف ستابيليتي للكاربوكاتيون رياكتيفيتي للاس ان ان. هيدا كان الرقم 6. الرقم 7 قايل لنا بالرقم 7 مين هو الالوجينير لكان لو بلو رياكتيف بكل حاله ب رياكسيون سولفوليز اس ان ا جستيفي. مثل ما مرت معنا بالبروبلام السابق اس ان ان معناتها نشوف الكربوكاتيون ومنقارنه.
الكربوكاتيون بأول حالة والكربوكاتيون بتاني حالة. أكيد أنا برجع برسوم من جديد أنا بس حتى وفر وقت. هون شلنا البير. هون هلا كمان رجعنا كسؤال ستابيليتي للكربوكاتيون. مين هو الكربوكاتيون البلو ستابل؟ بتلاحظوا إنه الفرق بين الاثنين هو عبارة عن موقع الأوس أشتروا. موقع الأوس أشتروا. أيضا في حل بأكثر من طريقة. يمكن معنى هو الزيت بعتقد يمكن كمقارنة بالكور تبع شبيت الرام 2. بكل الأحوال هون بهاي الحالة الأو فاتي بالريزونانس ان سيجما بي سيجما كربوكاتيون. اما هون بي سيجما كربوكاتيون هيدي منا فاتي بالريزونانس فبيطلع معي انه الكربوكاتيون الاول هيدا بلوس تاب وبالتالي الار بي ار تعوله يعني البرودوي دالكيل تعوله اللي جاي منه الار بي ار تعوله هو البلو رياكتيف. هلا ليش الاول هو البلو ستابل ككربوكاتيون؟ في اكثر من طريقه. فيني اقول انه عنده فورم الزمر اكثر سيستم كونجوجي اطول او فيني اقول انه الاوس اش تروا هون تاثيره هو بلس ام بينما هون تاثيره هي موان اي. اللي بتكوني اللي بعدها كمان هون اول كربوكاتيون وثاني كربوكاتيون. مين هو الكربوكاتيون البلوس ستابل هون بهي الحاله؟ واضحه جدا انه ريزونانس كربوكاتيون ستابيليزي بار ريزونانس واما الثاني ما عنده ريزونانس. فاذا الكربوكاتيون اللي بيجي من اول برودوي كلوري هو بلوس ستابل معناتها الار سي ال تبع اول واحد. حتى ما تفكروا انه كل مره عم بحكي انا عن الرياكتيفيتي للكربوكاتيون بحكي عن الستابيليتي للكربوكاتيون وبعد بينا بستنتج منها من هو البلو رياكتيف. هيدا البلو رياكتيف قلنا ليه عشان الكربو باسكو دون ان كربوكاتيون ستابيليزي بار ريزونانس بين هلالين بلو ستابل كو لو كربوكاتيون كي بروفيان دو دوزيام برودوي. كمان هون ذات الشيء شو الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين اللي كان هو سي سي ال 3 مقارنة مع سي اش 3 نيناتون سيكوندار واثنيناتهم ستابيليزي بار ريزونانس. لكن الفرق هو انه باول واحد في عندي سي سي ال 3 اللي هو عنده اف ام 1 اي بينما الثاني عندي سي اش 3 اللي هو عنده اف اي بلس اي وبالتالي لكن الكربوكاتيون الاول هو موان ستابل. بوركوا؟ باسكيلي ديستابيليزي بار ان جروب اتراكتور. اللي ديستابيليزي بار ان جروب اتراكتور يعني الكربوكاتيون اللي بيجي من الثاني هو بلو ستابل يعني البرودوي الثاني هو بلو رياكتيف. نجي للي بعده الرام 8 طالبين منا
بالرقم 8 لكان بدهم لي برودوي ماجوريتير بال هيدروليز هن مسم ومحددين بالتحديد بدهم برودوي دو اس ان يعني حتى لو في عندي اليميناسيون هن ما بدهم اياه ومساعدين لنا انه هو عباره عن اس ان لكن بدهم لي برودوي ماجوريتير للميكانيزم اس ان ان بهيدي الرياكسيونات هيدروليز شو معناتها معناتها رياكسيون افيك اش دوزو معناتها الفكره هي شو هي انه اون رامبلاس دالوجين بار كوا بار او اش نحط محلها او اش بما انه هن بدهم لي برودوي ماجوريتير معناتها وكلنا بنعرف انه هذا الميكانيزم اس ان اي عباره بكربوكاتون يعني في يعمل ريارانجمون معناتها بكل حاله من هالمجموعه اللي معي اياها اللي هن 6 برودوي من ال ا لل اف بدي اشوف الكربوكاتيون فورمي اذا كان ما بيعمل ريارانجمون ساعتها بيعمل بي ار بحط محلها او اش بيكون عندي برودوي يونيك وبيكون هذا هو الجواب على السؤال واذا كان بيعمل ريارانجمون بدي احكي عن البرودوي او بالاحرى بدي اكتب البرودوي اللي بيجي من الكربوكاتيون ريارانجي بالتحديد عشان هو اللي بيكون البرودوي ماجوريتي طيب منبلش باول واحد تخيلوا هلا حكتب الحل على ببعض الاحيان على البرودوي هو ذاته حتى ما ضيع وقت اكتبه مره ثانيه هون حيطلع معي كربوكاتيون هل يا ترى هيدا بيعمل ريارانجمون هيدا السكوندير بيعمل ريارانجمون عشان الهيدروجين اللي هون في يعمل ريارانجمون لكن بيطلع عندي كربوكاتيون ترسيير هون وبدي يبطل كربوكاتيون بصير في عندي الـ CH2 وبما انه عمل ريارانجمون معناتها لكن بما انه عمل ريارانجمون معناتها لكن لو برودوي ريارانجي البرودوي ماجوريتير لكن بيطلع عندي الحل هو بالطريقه التاليه لكن البقر بتروح بيطلع عندنا محل كربوكاتيون لكن الكربوكاتيون يعمل ريارانجمون بتحول لترسيير هون بعد ما الهيدروجين تروح بيطلع عندي لكن هيدا هو البرودوي ماجوريتير واش واكيد ده بتروح هون بصير في عندي سي اش 2 لكن هيدا هو لو برودوي ماجوريتير تاني واحد كمان بيطلع عندنا كربوكاتيون هون هل يا ترى بيعمل ريارانجمون بهاي الحاله الميتيل في يعمل ريارانجمون بتحول ساعتها من سيكوندير لترسيير يعني بيصير في عندي كربوكاتيون هون وبالتالي البرودوي اللي كان هو ماجوريتير هو هيدا اللي بعده كمان بتطير البقر بيطلع لنا كربوكاتيون هل يا ترى بيعمل ريارانجمون هيدا مع الساشتر هو بتحول من سيكوندير لبريمير اما الهيدروجين اللي هون فهي بحال عملت ريارانجمون بيصير في عندي هيدا البرودوي اللي هو الترسيير اللي
بما انه بتحول من سكوندير لترسيير معناتها لكان انه في عندي ري ارانجمون وبالتالي لو برودوي ماجوريتير هو هيدا. بحاي دائما بتعلم مش عارف ليه. فاذا هيدا هو لو برودوي ماجوريتير. اللي بعدها كمان يعني فعليا السؤال عباره عن سؤال هل ترى في ولا ما في ري ارانجمون. هيدا بيعطينا هذا الكربوكاتيون بهذه الميله في عندي هيدروجين كمان في يعمل ري ارانجمون وبتحول ل ترسيير. اكيد هون في هيدروجين بصير في عندي هيدروجين بس فيني ما ارسم ما في الا معنى تحول من السكوندير للترسيير. فاذا في عندي ري ارانجمون بدهم لو برودوي ماجوريتير فاذا بنحط هون او اش واكيد بنشيل الشارج بوزيتيف اكيد ما حدا ينسى. هلا افترضوا طلب مني كل البرودوي. اذا طلب مني كل البرودوي ساعتها هون على اول واحد بحط محل السائل او اش زيت الشيء بالكل يعني بس طبيعي بدهم بس البرودوي ماجوريتير. اللي بعدها كمان كاربوكاتيون بهيدي الميله بتحول من سكوندير لبريمير. بهي الميله بتحول من اذا قمنا هيدروجين تحول من سكوندير لسكوندير معناتها ما في ري ارانجمون لكن هو السكوندير بهي الميل بتحول لبريمير بهيدي الميل بتحول لسكوندير. فاذا ما في ري ارانجمون لكن معناتها في عندي برودوي يونيك اللي هو بحط محل السي ال او اش. اللي بعدها كمان هون بين معنا انه الكربوكاتيون فورمي ما بيعمل ري ارانجمون ولا باي طريقه اللي كان. فاذا كمان في عندي برودوي يونيك نحط محل البي ار او اش. اللي بعده رقم 9 قال لنا في عنا هيدا البرودوي اللي هو عبارة عن برودوي اكس لكن دو ار تروا ار واكيد الدو والتروا حسب النوموكلاتور. اني حسب النوموكلاتور لاني فعليا هيدا رقم 2 وهذا رقم 3 الاثنين بده يكونوا ار قايلين بتفاعل مع اشتر واو ان ا وقايلين عنه باز فورت. طيب اول شيء لما يقولوا باز فورت شو معناتها بدنا نحكي عن الشق تبع الاليميناسيون بس ما بدنا نحكي عن الاس ان بس ما نحكي عن الاليميناسيون. اتمبراتور فورت تعطينا 2 السن بأول بارتي بدهم الستركتور لكن للبرودوي مع من هو البرودوي ماجوريتير. شو طبيعة الرياكسون اللي عندي على طبيعة الميكانيزم؟ طيب باز فورت يعني أرسان يعني إليميناسيون أكيد. إليميناسيون يا أو أن يا أما أدو. بما إنه باز فورت شو معناتها؟ معناتها أدو. هي بكل بساطة.
معناتها E D. هلا حتى أنا بحال فكرت فيها من الأول شو بيطلع معي؟ بيطلع معي إنه هيدي سأشتر واقو أنا مع الأريك السيكوندار تعطي A2 و SN2. التمبراتور الفي بتعطي بس A2 بكل الأحوال، حتى لو في SN2 هني بدهم. نحن نحكي بس عن الإليميناسيون. من المختصر لكن أرسان إليميناسيون باز فورت يعني A2. A2 ما في كربوكاتيون، يعني شوف الكربون إذا مش طالبي مني هي بالإسباس بالبلون، لكن بدي أشيل كربون اللي حد منه بار أو سأل كربون تاني حد منه هيدروجين بقطعه بحط محله دوبل ليزون. كان في عنا نحن احتمال هون، هذا الكربون اللي حامل بار حد منه هون في كربون عليه هيدروجين في يعمل إليميناسيون، وهون كمان في كربون عليه هيدروجين في يعمل إليميناسيون، معناتها في عندي اثنين برودوي. في عندنا اثنين برودوي، أول واحد بشيل الأش وبشيل البقر بيطلع معي هيدا البرودوي، الثاني بقيم أش وبقيم بقر بيطلع معي هيدا البرودوي، لكن ما بفكر لا هون لا بأنتي بارالال ولا بأي شيء نهائيا ولا بكربوكاتون ولا بالأرانجمون، بس كربون بقر وكربون هيدروجين حد بعضهم بقطعهم بحط محلهم دوبل ليزون. هلا مين هو الماجوريتار؟ على فكرة استأشتر واقو أن آ يعني استأشتر واقو أم وان، وهيدا أن آ بلوس ثاني بحل ضيعتكم. هيدا باز نون كومبري معناتها سيد زاف. مين هو البلوس تاب؟ هيدا بلوس تاب ليه؟ عشان استابيليزي بار ريزونانس، أما التاني لا. فإذا ألسان كونجوغي plus stable alors c'est le produit majoritaire selon Saïd Zev. Le parti B. طالبين منا بدهم الميكانيزم للبرودوي ماجوريتير، بس برمين برمي بالسؤال بتلا بقوله. الميكانيزم للبرودوي ماجوريتير هو عبارة عن شو؟ عبارة عن أدو. عبارة عن أدو هون لكان الميكانيزم للبرودوي ماجوريتير. طيب بما انه عندي انا البرودوي بالاسباس معناتها بدي ارسم لكان انا الار بار بالاسباس، يعني بالاحرى بما انه في عندي الستيريوشيمي بما انه في عندي الستيريوشيمي معناتها بدي ارسم الميكانيزم بالاسباس. طيب بالاسباس اول شيء هذا البرودوي ماجوريتير جاي من اي هيدروجين؟ جاي من الهيدروجين اللي هون، معناتها هون هلا شو هي البوان دو ديبار اللي انا بدي انطلق منها بالاسباس لحتى ارسم الميكانيزم لازم الاش والبقر يكونوا انتي بارالل، لازم الاش على الكربون 3 والبقر على الكربون 2 يكونوا انتي بارالل. هيدي هي البوان دو ديبار. شو بنعمل نحن؟ لكن قلنا ما نرسم لكن الكربون 2 والكربون 3 بطريقه احط فيها البقر والهيدروجين اللي اعطاني لو برودوي ماجوريتير يكونوا انتي بارالل، يكونوا انتي بارالل. هون اكيد بدي ارسمهم حسب شو؟ حسب الستيريو شمال هن عاطيني اياه، قال لي بالسؤال انه ال2 هو ار وال3 هي كمان ار، ار وهذا كمان ار لحتى يطلع معي اول واحد ار بيطلع عند الاش والساشتر بهالطريقه، والثاني لحتى يكون معي ار كمان بيطلع عند الساشتر والفينيل بهالطريقه.
لكن المرحله الاولى حطينا الاش والبار بيعطون لي برودوي ماجوريتير انتي باراليل بالطريقه اللي بدكم اياها. بعد منا الميكانيزم شو بيصير عندنا هون احنا بهي الحاله عند الباز هو عباره عن ساشتروا او مؤلكه ساشتروا او موان بشيل الهيدروجين بكون دوبل ليزون وبطير بار. هون كمان مش طالبين مني الاتاد ترانزيسيون مش طالبينها، لكن انا حاعطيها كبارتي سبليمونتير بس لحتى تتعودوا عليه بحال ما لقيتكم. مش طالبين مني هون بهالسؤال الاتاد ترانزيسيون، لكن هيدا بضل مثل ما هن هو وبصير البي كوانتيه مثل ما حكينا عنها بالكور. هيدي السيجما والبي والسيجما كوانتيه، وهون في عندي بين الاو والاش كمان كوانتيه. اخر شيء الارسان فورمي انطلاقا من هون شو بتعطينا؟ اش ميتيل فينيل ميتيل بدون ستيريو شيمي، هيدا عبارة عن ترانس يعني واضح؟ طيب السؤال اللي بعده قايل لنا انه انطلاقا من البي بدنا نجيب الكونفيجوراسيون للالستان ماجوريتير بحال كانت الاكس هي 2s 3s وبحال كانت 2r 3s. يعني عم يقولوا هلا اول شيء نحن نحن هون هيدا البرودوي لما كان 2r 3r الالستان ماجوريتير كان عباره عن ترانس. هن عم بيقولوا انه بحال كان عندي انا 2s 3s شو بتكون الكونفيجوراسيون، بحال كان 2r 3s شو بتكون الكونفيجوراسيون. في قاعده كثير سهله وكثير هينه، هي عندي انا 2 كربون اسيمتريك، اذا كربون اسيمتريك واحد بس انقلب مثل اول واحد بين مثل ما هو والثاني تغير بصير في عندي ان فيرسون دو كونفيجوراسيون لمين؟ للالستان فورمي. كان ترانس بصير سيس. تخيلوا انتوا ليه؟ عشان بحال تغير الكونفيجوراسيون لكربون واحد هول اثنين برانش مثلا حينقلبوا. حينقلبوا. اما بحال الاثنين تغيروا فبضل الكونفيجوراسيون مثل ما هي. لكن هيدا هو الجواب لكان كربون واحد نقلب الكونفيجوراسيون، اثنين كربون تغيروا بضل مثل ما هي. هيدا هو الجواب. نمرو 10 الرقم 10 بنحله وبنوقف لكان للرقم 10. قايل لنا انه في عندنا هلا برودوي طالبين منا باول بارتي بدون النو سيستماتيك مع الكونفيجوراسيون حتى ما تضيع وقت فيها. هيها قدامكم واكيد هذا الكربون رقم 2 هذا الكربون رقم 3 اثنيناتهم بدهم يكونوا طلعوا معنا اس. هلا البارتي بي طالبين منا بدهم استركتور للانونتيومير ا، كمان هون مرقت معنا كذا بروبلم قلنا في كيف بنحلهم. طريقه من الطرق اني انا شو اعمل؟ جيب الايماج، جيب الايماج للا، هيدا هو الآ أكيد بيطلع معي هيدا الانونتومير 3 كان اس اس بصير ار ار. بارتي
بارتي سي بس قبل ما انسى مشان النوموكلاتير هون اكيد بتراجع الكوره بتعرف ايش حطينا احنا هون دو برومو تروا فينيل تروا فينيل مش تروا برومو دو فينيل. المهم هلا موضوع سهل واكيد الشان برينسيبال هي هذه الشان. هون طالبين كومبليتي نيومان وفيشر للا. طيب هون نحن هلا بهي الحاله نيومان جبرينا بالكل كربون يكون في عندي عليه 16 تروا يعني سبتنية. هلا انا بحاله طلعت ب هاي هيدا عليه 16 تروا وهيدا عليه 16 تروا. طب انا بدي اعرف شو هو الاكسيد البنائي هلا ترى بطلع فيه من 2 باتجاه 3 او من 3 باتجاه 2. طب حسب ما هن جابريني حاطين لي 16 تروا على كل واحد معناتها انه فيني اطلع في بهالاتجاه او بالاتجاه الثاني. فيني اطلع في من الدوب باتجاه التروا او من التروا باتجاه الدوب. انا راح حله على الطريقتين لكن اكيد حاط الحل دغري بتطلع فيه بدو شيء مثل العادي. من التروا باتجاه الدوب بيطلع معي هيدا ومن الدوب باتجاه التروا بيطلع معي هيدا. فيشر طب انا هون كمان هلا هيدي 16 تروا 16 تروا. وهيدي هي الشان برينسيبال مثل ما قلنا عنها من شوي. هن جبريني انه في 16 تروا فوق وفي 16 تروا تحت. طيب فيني انا احط لهيدي الشان بطريقه اللي عندي رقم 2 فوق ورقم 3 تحت وفيها تكون العكس. اذا بتراجعوا الكور احنا قلنا بحال في عندي الكان ما في عليه انه فونكسيون برينسيبال يعني ما في غيره. شو بنعمل؟ بنحط لو كربون كي يا لو نيميرو لو بلو فابل سيلون لا نومنكلاتور اون هو. يعني بنحط 2 3 مش 3 2. راجعوا الريفيزون تاعت شابيتر الستيريو شيمي بعتقد. المهم لكن بيطلع معنا 2 فوق 3 تحت. ما نحط هون 2 وهون 3 وهن بدهم يكونوا شو؟ اس اس حسب ظني بيطلع معنا هيدا هو الحل. بيطلع معنا هيدا هو الحل. البارتي دي عم اقول الآ اللي انا رجعت رسمتها مرة تانية هون. على فكرة السيسيس اش سانك هي عبارة عن فينيل يعني اللي مش كتير منتبه لها. بنحط محلها بي اش بي كبيرة واش صغيرة. عم قولوا الآ لما تتفاعل مع الان اي تعطينا رياكسيون دوردر دو. طيب اوردر دو يا اما اس ان دو يا اما اي دو. ان اي يعني ان ا بلس ام 1. ام 1 هي عبارة عن شو؟ عبارة عن نيكليوفيل 4. اكيد منا ادو عبارة عن اس ان دو. يعني حتى لو هني ما قالوا الاوردر هون احنا كلنا بنعرف انه الام 1 هي نيكليوفيل 4 شو بتعمل؟ بتعمل اس ان 2. بتعمل اس ان 2. والا هي سكوندير مثل ما انتم ملاحظين هون. هذا الار بي الار بي ار عليها برانش 2 سكوندير. فالخلاصه الام 1 هي عباره عن نيكليوفيل 4 مع ار اكس سكوندير تعطينا اس ان 2 وهن قال لنا اوردر 2 فاذا هذا الشيء بيطمنا اكثر واكثر. تعطينا برودويبه بدهم الميكانيزم لها. طيب هيدي هي الآ. هلا في طرق تانية غير الطريقة اللي حتبدها هلا بنحكي عنها بعدين بالمحاضرة الجاية. هون نحن هلا حتى نرسم الميكانيزم بالاسباس شو هي البوانت دي بار؟ مثل ما حكينا بأول رقم يمكن بمحاضرة اليوم بعتقد مرت معنا بنحكي عن الاس اند اسهل لي اني احط البي ار وين؟ بالبلون. حتى لما اعمل اتاك دورسال يركب النيكليوفيل بقلب البلون من الجهه المعاكسه. لكن لو بوان دو بار سي دو متر بي ار دون البلون لكن بدي اعمل روتاسيون من هون لهون. بدي اعمل روتاسيون بطريقه انه البي ار اللي عندي اياها لقدام حطها فوق. تخيلوها بصير في عندي هالفورم هيدي بصير 16 تروا لورا و10 لقدام. واضحه الفكره؟ 16 تروا لورا و10 لقدام. هلا بنحكي عن الميكانيزم. ام 1 اتاك دورسال رياكسيون كونسيرتي
الكربون الثاني بضل مثل ما هو مثل ما لاحظته. اللي هي بتركب من الجهه اللي عملت منها اتاك و الساشتروا والهيدروجين بضل مثل ما هن بيطلعوا لفوق. هلا الكونفيجوراسيون للا هي اس اس، هي اس اس. هون صار في عندي اس اند الثاني ما صار في عليه اتاك، فاذا بضلوا اس. اما الاول فبيعمل انفرسون دي وولدن بيصير ار، معناتها انه هون الكونفيجوراسيون هي 2 ار 3 اس، 2 ار 3 اس. نجي لا الأ بالبارتي هون علينا الأ اترتي افيك اتي اوموا تعطينا السي والدي اللي هن برودوي دي ليميناسيون والدي ماجوريتير. طالبين منا بدهم الستركتور للسي وللدي، الستركتور للسي وللدي، واضح؟ هون بهي الحالة للسي والدي اللي هن ما نعرف شنو نوع الميكانيزم. اول شيء هن حاكين عن اليميناسيون، معناته يا اما او ان يا اما او دو. اي تي ام 1 باز فورت معناته اي دو، معناته اي دو. هيدا نوع الميكانيزم بين معنى انه هو عباره عن اي دو. علما انه انا بحاله طلعت فيها الا هي اريك سيكوندير، اريك سيكوندير مع الاي تي ام 1 اللي هو نكلي في الفور باز فورت تعطينا اي دو واس ان دو، والاي دو ماجوريتير على الاس ان دو. بس هن شو هون؟ هن هون بدنا نحكي بس عن الاليميناسيون. بس الاس ان دو موجوده، والدليل انه الاس ان دو موجوده قايلين انه كوندوي اسونسيالمون. شو معنى اسونسيالمون؟ يعني في عندي شيء ثاني غيره. يعني في عندي شيء ثاني غيره. انتبهنا؟ المهم لكن الميكانيزم هو اي دو. بدهم البرودوي لكن لهم. هيدي هي الأ. هيا شايفينها. هيدا الار بي ار، هيدا في يعمل اليميناسيون معه. هلا هو بدهم الاستركتور معناتها بالبلون مش بالاسباس، معناتها بدهم اياها بالبلون مش بالاسباس، لكن انا بحاره رسمتها بالاسباس منا مشكل. هيدا بتعمل اليميناسيون، وهيدا الهيدروجين اللي هون بيعمل اليميناسيون. اذا بلشنا هلا نحن بالهيدروجين اللي هون بنشيل الاش والبئر، بنحط محلها دوبل ليزون، نحط محلها دوبل ليزون حطيناها. بعد منا بنحط فينيل وس اشتروا وس اشتروا اش. اذا بتلاحظ انا رسمتها بالطريقه ما بين لا سيس ولا تراس عشان مش مطلوب مني هول ستيريو شيمي، مع انه فيني استنتج انا انه في الابرم البئر. المهم مش طالبين من الستيريو شيمي، بس بهمني دوبل ليزون شوف عليها برانش امنا اش وامنا بئر. حطينا سي دوبل ليزون سي على هيدي الميله في فينيل وفي سي اش 3 بالبلون رسم بالطريقه اللي بكون اياها. وعلى هيدي الميله في عندكم اش و سي اش 3، حطيت اش و سي اش 3. لو فيني احط الاش هون بهالطريقه اكيد بحاره رسمتها بهالطريقه، ما بعني فيها سيس او ترانس بالبلون هي. طيب لكن هيدا اول برودوي اللي جاي من هون. هلا ثاني ميله اذا قمت اش وقمت بئر بيطلع عندي سي اش 2 دوبل ليزون سي اش. حط محلها دوبل ليزون هون سي اش دو دوبل ليزون ساعتك من ام اش بام بي ار، من ام اش من ام بي ار، من ام والاش والبي ار بيطلع عندي دوبل ليزون. لكن دوبل ليزون سي اش دو دوبل ليزون سي اش، والثاني بضل مثل ما هي. هلا هن طالبين مني الستركتور بالبلون، لكن انا بحاره رسمتها بالاسباس هيك منا غلط، مش مشكله انا عم وسع اكثر واكثر، مش عم نقص عم زيد انا. وبحل حبيت ارسمها بالبلون، لكن هيا بحط ساش دو ساش، والثاني هذا الكربون اللي هون برسمه بالبلون لكن بحط ساش عليه فينيل وساش ترو. هيدا هو لكن الاثنين. هلا مين هو الماجوريتير بالاثنين؟ هون في عندي اي تي ام 1 يعني باز نون كومبري يعني سيد زاد، يعني الماجوريتير هو البلوس تاب. هيدا هو الماجوريتير، يعني هيدا هو الدي عشانه ستابيليزي بار
ريزونانس، اما الثاني ما في عليه ريزونانس، لكن هيدا هو الماجوريتي. اما هيدا اذا رسمته هيك او هيك مثل ما بدي هو السي، سيدا هو الماجوريتي. بدون الميكانيزم للدي مع الجيومتري، بدي بعد دقيقه فيه مش اكثر، دقيقتين. الدي لكن الميكانيزم لها يعني بدي ارسم الاشوي البي ار اللي بيعطوني الدي انتي بارالل. هيدي البي ار وهيدي الاش اللي بيعطونا الدي، بدي احطهم انتي بارالل. الاش موجوده بالبلان كثير منيح. البي ار شو بنعمل؟ بنبرمها بالطريقه نحطها انتي بارالل مع الاش، بطريقه انتي بارالل مع الاش، بنحطها هيك بهالطريقه. يعني بتكون هيك البي ار والاش انتي بارالل، الاش جازي. فاذا بنسوي لكان البي ار بنحطها انتي بارالل مع، بصير في عندي الساشتر واو والاش بهالطريقه. لكن هيدي هي البوان دو ديبار، حطينا الاش والبي ار انتي بارالل. نرجع على الميكانيزم هلا تي ام 1 لكن الراش ودوبل ليزون وبي ار، بيطلع عند الارسان اللي هو اش ميتيل فينيل سي اش 3 اللي هو الترانس، اللي هو ترانس. اخر سؤال صغير، هن بدهم ستيريو شيمي لمين؟ للسي. ما هو السي؟ يعني المينوريتير، بدهم ستيريو شيمي للسي اللي هي هيدا هو المينوريتير هون. لكن اذا انا كنت بهيدي الفكره بالبارتي اي راسم السي بهالشكل هيدا، فبيبين معي انه كستيريو شيمي، يعني انا بكون فعليا انا لحتى طلع الستيريو شيمي للسي بدي اكون رسمه بالاسباس، بدي اكون رسمه بالاسباس، انتبهنا؟ لحتى طلع الستيريو شيمي، اذا كنت انا بهيدي الفكره اي راسمه بالاسباس بهالشكل هيدا، فإذا مكون كتير منيح. مبين عندي إنه في عندي كربون أسيمتريك اللي هو هون، بجيب الأر والأس لإله، بيطلع معي أر، بيطلع معي أر، انتبهنا؟ طب أنا بحال كنت رسمه بهالشكل هيدا، إذا كنت رسمه بهالشكل يعني بأول طريقة بكون خلص حلت على البروبلم، رسمه بالأسباس بجيب الكونفيجريسور بيطلع معي أر. إذا كنت رسمه بهذه الطريقة بتطلع فيه، انا بلاحظ انه بالبلون في عندي انا كربون اسيمتريك، فاذا هذا الكربون اسيمتريك بدي ارسمه بالاسباس لحتى اجيب الار والاس له، شو بعمل ساعتها لحتى ارسم هذا الكربون بالاسباس واجيب الار والاس؟ ساعتها برسمه انطلاقا من هون. كيف يعني انطلاقا من هون؟ برجع للاساس بام اش وبام بي ار، حط محلهم دوبل ليزون وبترك الكربون الثاني مثل ما هو بالاسباس حتى يطلع معي الكونفيجراسيون له، فساعتها بستنتج هيدا برسم الاسباس بيطلع معنا R. هارجع هيدا لكان للي ما لحقها، لكن الستيريو شيمي للسي اذا كنت راسمه بالاسباس بهالطريقه بجيب الار والاس دغري، كثير منيح. اذا كنت راسمه بهالشكل بنتبه دغري ساعتها انه انا بدي الستيريو شيمي في عندي كربون اسيمتريك لازم يكون بالاسباس، فاذا برجع برسم البرودوي سي انطلاقا من هون ولكن بالاسباس. كيف يعني؟ بام اش وبام بي ار، حط محلهم دوبل الليزون وبيطلع معي هيدا هو مثل عملنا باول حاله. ساعتها بجيب الار والاس له. هون الملاحظه الاخيره هي هيدا البرودوي صبايا وشباب هيدا، وهون اسمعوني كثير منيح هيك بدي نقطه وقف. هيدا الكربون اللي هون طلع معنا ار، اللي هو جاي من وين؟ جاي من الكربون اللي هون. إذا بتلاحظ هذا الكربون رقم 3 صح ما تفاعل معنا، صح ما تفاعل معنا، ما تفاعل معنا، لكن الكونفيجراسيون اللي تغيرت كانت S صارت R. ليه؟ عشان ترتيب هيدا البرانش اللي حد منه تغير. فإذا هذا اللي قلته أنا من شوي إنه الكربون يلي ما بتفاعل معنا مش بالضرورة يحافظ على الكونفيجراسيون طوله، فيها تتغير حسب ترتيب الاربع جروب اللي حوالي الاوردر الراجل دكان اذا بتغيروا او لا. هون بهي الحاله اذا صح اذا ما تفاعل معنا، صح ما تفاعل معنا بعده مثل ما هو، لكن كان اس صار ار علشان البرانش هذا على الشمال تغير الترتيب طوله، ويعطيكم العافيه.